أصدقاء الأعزاء، مساء الخير، مرحبا بكم في حصتكم دلال خير. تتابعون في هذا العدد من برنامج دلال خير. الطفل عبد النور ابتلي بمرض مفاجئ أعجزه عن الحركة وأفقده القدرة على الكلام. زاد نورمال، مشى نورمال في العام وبالمشي، قعد نورمال، كلش نورمال. كي الحق ثلاث سنين بدا يحسلو يردي. كي درنا له الريا نتاع راسه قالوا لنا لقينا له طاشه في راسه. سهيلة شابة في عمر الظهور أصيبت بداء القصور الكلوي، تعقدت حالتها وأصبحت غير قادرة على المشي. ليل كامل ويجي مستر وندير لها الزيت ندير لها الكول ندير لها ما كاش. حياة براءة ولدت قبل أوانها تعرضت إلى مضاعفات صحية ما نتج عنها نقص الأكسجين على مستوى المخ. النهار زادت وانا نعالج فيها يوميا، كان عندها رجل هذا نصل، رحت للطبيب تاعو اللي تربت على يده، قلت له يا ودي شخص لي المرض تاع بنتي، قال لي نشخص لك المرض تاع بنتك ونعطيك واحد الدواء ديباني هابي. عمي العيد من ولاية عنابة الذي أصيب بورم خبيث في لسانه ما تسبب له في تشوه كبير، هو اليوم لا يستطيع الأكل ولا المشي. شفوا على التصويره هذه باش تعاونوا سورتو لي ميدسان لي بروفيسور. سي فوز افي اون سوليوشن اسيي دو نو كونتاكتي، عيطوا لنا. كل هذه الحالات تتابعونها سهرة اليوم.